مشيت بدري وكل العمر ما بيجري بتوحشني ودايما فيك انا بفكر ويوم عن يوم وانا بكبر بحس بحاجة طول الوقت نقصاني عشانك انت عشان بكرة عشان ناس جاية بعدينا عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها مدى الحضن اللي ربط واللي قواني امان عليك يا ابويا وانت في الجنة ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي عشان انا غصب عني تملي بتمنى يجيلك يوم يا اما انت انا وعدتك في وقت البعد اكون جامدة وما ضعفش وغصب عني انا بضعف لكن ما تخافش انا هعرف برغم الحزن اكمل عمري يا حبيبي مدام بلدي بتبني وتعالى يوم عن يوم تتقدم ومن الأول ده كان همي وده اللي عشانه سال دمي يا شمس بلادي عمرك ثانية ما تغيبي هكمل رحلتك يا حبيبي من بعدك مفيش ولا قوة في الدنيا توقفني وبرتاح لما اقول للدنيا دي عنك ابويا شايف في ايه في الكون يخوفني ولو سالوك يا حبيبتي في يوم عني انا عايزك تقولي بابا فدا ارضي جريت على مصر قبل ما حتى وإيه أسمى من إني أموت عشان بلدي إيه أسمى من إني أموت عشان بلدي حبايبي المشاهدين والمشاهدات أهلا ومرحبا بكم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أن الحلقة هذه أو بنتكلم فيها اليوم تحديدا موضوع هام جدا وقريب منا كلنا بنتكلم عن الأشخاص اللي بيحبوا الوطن بحق وحقيقي الأشخاص اللي بيضحوا بأرواحهم علشان حماية أسرهم وأبنائهم وأرحمهم وكل شيء بيقدموه بحب وبإخلاص وعشان كده رب العزة سبحانه وتعالى وضعهم في مرتبة عالية جدا مع الأنبياء ثم الشهداء
فإحنا دلوقتي بنحيي أي بيت من حبايبنا اللي بيبقوا معانا أيام تقديم البرنامج يوم السبت والثلاث، بنحييكم النهاردة تحية خاصة، واعتبرونا زي ما احنا متفقين معاكم ان احنا أسرة واحدة أحباب سواء انتم أو احنا. النهاردة هنتكلم عن حبايبنا ضباط الشرطة وإيه اللي قدموه للوطن، وكم شهيد يعني، ولو مش هنقدر نحصر لكن أكيد في أعداد كبيرة، والوطن بيقدم إيه أيضا لأسر الشهداء سواء الأمهات أو الزوجات أو الأبناء. معايا النهاردة ضيف من الحبايب وهو يعني زميل لزوجي رحمه الله، فأنا برحب بسيادة اللواء عمرو يوسف الخبير الأمني. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك، وبيشرفني طبعا أكون مع حضرتك، وطبعا حضرتك زوجة يعني أستاذنا اللواء نصر فتح الله رحمة الله عليه، كان أستاذ لينا كلنا وأخونا الكبير. ربنا يخليك، ربنا يخليك. إن شاء الله نتقابل كلنا على أمل بقى في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب. دلوقتي تعالى نرجع لورا شوية باشا بعد إذنك. يعني اتفضل يا فندم. حضرتك ضابط شرطة، في طبعا مراتب ودرجات، خلينا نقول المهنة. المهنة حضرتك ضابط شرطة، ده كان حلمك؟ ده شرف ليا طبعا. طبعا يا فندم، ده حلمي من الطفولة يعني. والله؟ والله. يعني ابتدى من كام سنة كده؟ لا يعني ابتدى من قبل ما اخش التعليم اصلا يعني. والله؟ والله. انا يعني في الكيجيهات بقى والابتدائي وكده. انا فاكر والدي كان مسجل لي وانا تقريبا كنت لسه دخلت المدرسة، وبيقول لي عايز تطلع ايه؟ اقول لهم ضابط شرطة. طب ليه؟ كنت بحس ان في ضابط الشرطة الانضباط، بحس ان هو بيبقوا محافظين على جسمهم كده، يعني كنت بحس ان ضابط الشرطه ليه هيبه كده. ايوه. وانا طفل كنت طبعا ليه في ناس في العيله عندي كانوا ضباط، فكنت بحس كده ان ضابط الشرطه ده ليه كيان كده. وهو زي ما حضرتك قلت يعني هو في الاساس بيبقى تكوين، يعني المراه ليها تكوين يعني. بالظبط. لكن مع الارتباط بضابط شرطه، لا في حاجات لازم خلاص مش بس لا مش بنتعلمها، بنأكد عليها، وحتى لو بنتعلمها برضو بنأكد عليها، زي ما سيادتك قلت اللي هو الالتزام، دقة المواعيد، البيت اللي متوضب صح، اللي كل حاجة محطوطة في مكانها، النظافة الشديدة يعني في البدن وفي البيت، ده حقيقي ده يعني. الحمد لله. حضرتك بقى نكمل الموضوع، احنا حلمنا بأني أكون ضابط شرطة. شرطة. وفضلت حضرتك لدرجة ان انا كنت في ابتدائي يعني في الشرطة المدرسية. على ايامكم كانت ازاي الشرطة المدرسية؟ كانوا بيسلمونا زي لبس زي كشافة كده حضرتك، وبنقف انا اظبط الطلبة والطوابير وكده. طابور الصباح يعني. طابور الصباح يعني. وفي الفسحة برضه بنظبط الدنيا يعني. لكن داخل الفصل بقى ايه الموضوع؟ كنت برضو في الفصل، كنت في لجنة النظام بتاعة الفصل برضو، كنت غاوية غاوية. طيب عايز اقول حاجة، حضرتك انجبت ولاد ولا انا معلوماتي في بنتين؟ ربنا بنتين يا فندم. لو كنت، معلش عشان انا هرجع للستوري بتاعتي يعني، لو كنت حضرتك انجبت ولد كنت هتدخله برضو الشرطة ولا؟ كان يكمل المسيرة والله. ومع بنتي على فكره مخطوبه لضابط برضه. ما شاء الله. ربنا يسعدها ويتمم لها على خير، وتجيب ولد برضه تدخله الشرطه. ان شاء الله. ربنا يخليهم لك. الله يخليك يا بنتي. طيب في الحياه يعني زوجات ضباط الشرطه، ايه اللي ساعات يضايقنا؟ عشان انا واحده منهم يعني. وايه اللي يبسطنا قوي؟ ايه اللي بتحس ساعات ان زوجة حضرتك ما تمناش؟ وطبعا بنحييها لو كانت بتتفرج علينا دلوقتي. ايه اللي المدام بتبقى مبسوطه من اوامرك او من تعليماتك تتعمل، وايه اللي بتاخد نقاش شويه ليه وعشان ايه وكده؟ هي الزوجه حقيقيه زوجه ضابط الشرطه او ضابط عموما شرطه او قوات مسلحه يعني. هي المراه المجهوله. والله. فعلا هي يعني احنا حضرتك اغلب وقتنا ما بقاش موجودين في البيت، انا اغلب الوقت ما كنتش موجود، شغلنا طبيعته ان احنا بنتواجد بره البيت كتير، اجازاتنا طبعا حضرتك طبعا بيشرفنا طبعا الناس تبقى
في حاله بتبقى مبسوطه وسعيده، فبنضطر احنا كامن عشان نحقق الكلام ده، خصوصا في الاعياد وفي المناسبات يعني انضباط الشارع المصري مثلا. انضباط الشارع المصري وبحس ان احنا برضو يبقى في امن يعني في الشارع. ايوه. فبنبقى في اعياد والكلام ده مش موجودين. فتقريبا الزوجه هي بتتحمل كل الكلام ده في البيت، هي اللي بتربي، هي اللي بتعلم، هي اللي بتتابع ولادها، احنا بنبقاش متواجدين كتير يعني. بس اكيد حضرتك معلش ليكوا تعليمات يعني ما بتتنازل المتابعه. لا حضرتك احنا دورنا المتابعه يعني، احنا بنتابع طبعا بيتنا ومش بنهمله يعني، بس بيبقى العامل الاكتر بيبقى على الزوجه حقيقي. يعني هي الضابط في البيت وانا الضابط في الشارع. يعني انت سواء في البيت او في الشارع عاملين انضباط. ما شاء بالزبط. الله. يعني طب عاوزين نكمل السلسله بعد اذنك، نرجع لورا شويه. اتفضل يا فندم. تمنيت انك تبقى ضابط شرطه من بدري قوي. من بدري قوي. مشيت بقى؟ فضلت لحد ما خلصت ثانويه عامه وجالي كليه التجاره. وكان والدي بطبيعته ان هو محاسب ومدير بنك، فكنت اخش كليه التجاره واخد مسيره والدي، وقدمت في كليه الشرطه. وحقيقي بقى انا عايز اقول حاجه، يعني اللي عمالين يقولوا الوسايط ومش الوسايط والكلام ده، لا انا دخلت عادي، قدمت عادي وربنا اكرمني. وفوجئت وانا بعد شهر من انتظامي في كليه التجاره بيقولوا لي مبروك انت جالك كليه الشرطه، فرحت واخد بعضي ورايح على طول. بس بالتالي في حدود معلوماتي يا باشا، هو ممكن يبقى في حد بيوصي ده عادي يعني، ما بشوفوش انه انا حقيقي انا دخلت عادي يعني. انا حقيقي انا دخلت كنت يعني ما عنديش الباور اللي دخلني من او الواسطه اللي دخلني، فبس قدمت عادي. وكان دفعتي كنا مثلا 670 طالب، كان متقدم كتير، انا فوجئت ان انا قبلت يعني، مش من غير ما حد يتكلم لي يعني، عشان بس الناس بتاخد كل حاجه ان احنا نخش بوسايط وهنعمل كده. لا 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 والله ما بتهيأليش، لانه حتى انا بعرف ناس، عارف احنا حياتك بنروح لقاءات كتير ومؤتمرات وعلاقاتنا كبيره يعني بحكم العمل الاجتماعي والمجتمعي اللي بنقوم بيه، في ناس بتبقى عندهم فعلا بيوصوا، لكن بتهيألي بيجوا، لان انا اذكر يعني حد قال لي انه ابنه بقى ينجح في كل ماشي الاختبارات لحد ما جه الاختبار الرياضي. ده بقى اللي ما فيهوش واسطه يعني، الطبي كمان يا فندم، اللي هو الطبي يمكن انا اصله للطبي بقى، فطلبوا منه ان هو يطلع في البسين كده، بيبقى فيه اللي بيسبحوا كويس حلو بينطوا النطه الكبيره دي. الولد ما قدرش يعني، ما قدرش. هقول لحضرتك على حاجه، ما هو انا مش هينفع حضرتك ان انا يعني مثلا النهارده حد يجي يقول لي اتوسط لابني وابنك ما عندوش مقاومات الدخول لكليه الشرطه. ما هو ده ايوه هاخده ازاي؟ ما هو حضرتك بالعقل كده، ما ينفعش ان انا اخد واحد ما عندوش مقاومات الدخول، لان هو عارف العمل بتاعنا شق وتدريبات شقه، وبعدين احنا بنأهل واحد هيبقى ظابط مسؤول عن امن بلد، وبلد زي مصر دي بلد مش قليله يعني. طبعا معايا حضرتك، فازاي هاخده في اي عيب يعني. ده صحيح، ده صحيح. طيب بالنسبه للتدريبات اللي بيعملها في امتحان الشرطه، بتبقى ايه بقى؟ معلومات عامه، معلومات ثقافيه؟ يا فندم يكون مطلع غير الاختبار الطبي او الرياضي يعني. كمعلومات عامه. مقاومات حضرتك بيبقى مقاومات ثقافيه، مقاومات رياضيه طبيه. بيبقى حضرتك يعني حضرتك برضه عشان احقق الحق، القياده السياسيه في البلد كمان بتبقى متابعه الكلام ده. وشفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كتير جدا حضر كشف هيئه بنفسه. يا فندم. فحضرتك مش اي حد يعني هيخش كليه الشرطه الا لو عنده مقاومات 100% للدخول لكليه الشرطه. طب سؤال بس بصراحه، احنا في جلسه الحبايب دلوقتي، تمام يا فندم، هل برضو الانساب والعوائل والدرجات الاجتماعيه بيبقى لها دخل؟ يعني انه الوالد كذا، الجدود كذا، الاخ كذا، ولا دي مالهاش كفاءه؟ لا يا فندم، هي حضرتك احنا اهم حاجه يكون الحاله الجنائيه والسياسيه بتاعته سليمه، ما بيفرقش هنا بقى بين دخول
مين ابن مين الكلام ده كله. اهم حاجه حضرتك ان هو الطالب في حضرتك حاجه اسمها مقومات، مقومات قبول بيخش فيها مجموعه اللي جابه في ثانويه عامه، درجاته في الاختبارات اللي عملها، اللي بيخش فيها برضو الجزء العائلي اللي هو مش المستوى الاجتماعي قد ما هو المستوى بتاعه، ان العيله عيله يعني ولاد اصول، ولاد اصول. لا المساله بالغنى ولا بالفقر، لا يا فندم ملهاش غنى غنى وفقر، وما فيهاش ابن غفير وابن امير. لا هو حضرتك هنا الاختيار بيبقى العيله دي عيله كويسه ولا مش كويسه. لأي درجة بقى؟ يعني في درجة عائلة الأولى والثانية ولا الدرجة الرابعة؟ بنطلع لبعيد للدرجة الرابعة. درجة الرابعة. طيب احنا كان معانا مداخلة هنسمعها لو سمحتوا، بس نستأذن حضرتك معانا مداخلة. الاسم معلش كنت بتكلم مع الباشا. ألو مدام وفاء. أيوه. أي مدام وفاء. أيوه أهلا بيكي. يعني استاذن حضرتك تعالي الصوت شويه بعد اذنك. مدام وفاء البقري والدة الشهيد الرائد مصطفى يسري عميرة. رائد كان في اي يعني فرع من فروع الشرطة؟ مصطفى كان عمليات خاصة في قطاع سلام عبد الرؤوف. ايوه. كان دفعة 2010 وكان مشارك بقى من بعد ثورة يناير، مشارك بقى في الأحداث كلها، وشارك في فض اعتصام ربعا، وأصيب يوم 16/8 تاني يوم اعتصام فض اعتصام ربعا، وقعد 3 سنين في غيبوبة مصاب برصاص قناصم. يا حبيبي. قعد 3 سنين غيبوبة محاولة علاج، بس الحمد لله يعني قابل ربه بعد 3 سنين و3 أيام. ربنا ان شاء الله ان شاء الله بيعوضوا عن الدنيا بالجنه، ويعني يا رب هو يستقبلك على بابها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لما زكيه على الله ان شاء الله. حضرتك هو ابنك الوحيد؟ لا، مصطفى كان ابني الكبير، كان 24 سنه وقت ما اتصاب، واخوه الاصغر منه ضابط شرطه برضه رائد دلوقتي، هو بيكمل مسيره اخوه باذن الله، وعنده اخته يعني الاصغر. يعني اخوه حضرتك برضه دخل شرطه؟ اخوه كان اساسا رغم كان استشهاد الاخ الاخر. مصطفى كان كبير واحمد كان الاصغر منه. واخته الصغيره خريجه اعلام. وباباه لواء جيش. ما هو الجيش والشرطه واحد يعني. طب يعني حضرتك يعني حسيتي في رحلته الاولانيه في المدرسه لحد ما بقى له يعني تفكير بعد المراهقه وكده، كان حابب، كان هدف، ولا انتوا كأب وأم كنتوا عاوزين تدخلوه؟ لا هو الدراسة دي كانت كل واحد على زي ما هو عايز، احنا ما كانش لينا اختيار في أي حاجة في الدراسة. هو من صغره كان بيتكلم وبيقول أنا لما أكبر هبقى ظابط، شوية كمان كبر أنا لما أكبر هبقى ظابط وحارب وهموت شهيد. ما شاء الله. الكلام دي يعني كلمة الشهادة دي كان بيقولها من وهو صغير. ولسانه لما كان ثانوية عامة كان جايب 98 ودخل كلية الهندسة وقدم برضه شرطة، ولما جت الشرطة صمم ان هو يدخل يسيب كلية الهندسة ويدخل كلية الشرطة. أيوة. وهو كان دايما طول عمره هو كان عايز يكون راجل عسكري، وكان من صغره بينادي بالشهادة، يعني سبحان الله ربنا كان زارع حب الشهادة فيه، معرفش يعني سمعها فين من صغره. بالتأكيد يعني اسمعها منكم، لأن أول حاجة يعني البنت أو الولد بيتعلموها قبل المدرسة بيبقى من البيت، الخلق طبعا والاهتمام. البيت لأن والده عسكري يعني لواء جيش، فبس هو كان على طول كلمة لما أكبر هحارب وهموت شهيد كانت على طول، ولما كبر وإعدادي وثانوي ولما دخل الكلية كان نفسه جدا يدخل عمليات خاصة، فكان دايما في الكلية بيحاول يكون متفوق وكويس عشان لما يخرج وتدريباته وكده لما اتخرج، لحد ما اتخرج الحمد لله ودخل قطاع سلام عبد الرؤوف عمليات خاصة. كان مبسوط جدا حتى بعد ثورة يناير، كان معتز جدا ببدلته، وما لا انسحب
ولا استعار من بدلته، بالعكس كان دايما بينزل ببدلته النيري، البدله السوداء، كانوا مسمينهم الغربان السود من بعد ثوره يناير علشان بالليل يعني بيبقوا عشان بيلبسوا بدل سوداء. فبس هو كان بيعتز جدا ببدلته، كان بينزل بيها، وكان محترم جدا مهنته ووظيفته، لانه كان مش مجرد وظيفه، هو كان حب، هو كان بيأدي عمله بحب. اكيد اكيد. طب وكان بيشارك في كل العمليات اللي بتجيلهم، وما كنتش بعرف اي حاجه عن اي عمليه بيقوموا بيها، يعني انا ما عرفتش اي حاجه عن شغله وعن المهام اللي كان بيعملها الا بعد اصابته من زمايله. طب حضرتك الوالد كان ضابط جيش، هل يعني خلاه يستعد بحيث يبقى جاهز في امتحانات الشرطه؟ يعني الوالد كان بيقدم نصايح، بيراعي مثلا يعني هو الظروف بس البدنيه والصحيه؟ يعني كانت طبيعته جديه جدا مصطفى، من صغره كان جدي جدا، فهو كان بيحافظ على لياقته البدنيه وبيحافظ على صحته جدا، والاسره حتى كان الجد برضه كان قوات مسلحه، وعمه لواء مهندس، ما شاء الله. فهو عالم. كان شايف يعني كان طالع في عيله عسكريه وشايف كل حاجه، شايف التجهيزات والتحضيرات والمحافظه على صحته والمحافظه على اللياقه البدنيه له، المحافظه على المجموع، طبعا كان مجموعه 98% في الثانويه، ما شاء الله. فهو كان متفوق طول عمره. وبالتالي مفيش عائلة مصرية إلا كانت بتقدم للوطن أحد أفرادها، ده أكيد يعني. أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك سؤال، هو حساس شوية، بس إحنا برنامجنا بنقول إحنا قاعدين مع الحبايب وبنتكلم الحبايب، وممكن نستفيد من رأي، من نصيحة، من وجهة نظر، من معلومة ما كانتش عندنا. أنا عايزة بعد إذنك تقولي لي، يعني معلش أنا آسفة، اللحظة اللي تلقيتي فيها نبأ الشهادة بجد قولي لي. يعني هو لحظة الإصابة كانت وقت خط رابعة، كل اللي هقوله إن ربنا ما يكتبها على حد ويسمع الخبر ده، صعب جدا جدا. يعني هو حتى في اليوم ده يعني زي ما يكون كان الأسرة كلها كانت حاسة إن في حاجة هتحصل في اليوم ده، يوم الإصابة. كان هو نازل مش بعادته، وكان كلامه معانا مش بعادته خالص، واحنا في البيت انا ووالده كنا يعني مستنيين ان في حاجه هتحصل. ده يوم الاصابه، وطبعا كانت اصابه صعبه جدا على مستوى وزاره الداخليه، كانت اصعب حاله اصابه. ويوم بقى الاستشهاد بعد 3 سنين من رؤيته في الغيبوبه، 3 سنين وثلاث ايام. احنا كان عندنا امل ان هو هيشوف، يعني كل ما الوقت بيطول اكتر كل ما الامل بيجي لنا ان هو ممكن يسافر ويقوم، رغم الحاله الصعبه جدا اللي كان فيها، بس كان برضه بيجي لنا الامل ان هو كان طبيا ما يقعدش المده دي كلها، بس كان كل ما الوقت بيطول كنا بيبقى عندنا امل. انا عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني لما بنقدم احد شبابنا للوطن هديه علشان مصر وعشان مستقبل اولادنا، مصر بترد لنا الجميل؟ يعني بتحسي بعد الشهاده في حاجات يعني بتطبطب كده على الام والاب، بيحصل يعني. انا كنت عملت حاجه مره عشان كده بسال حضرتك، كان مسلسل اسمه الدالي، وكانت حلقه واحده يعني، فهي الام اللي انا كنت بمثل الشخصيه دي وقايميها اثر الاستاذ نور الشريف انه ما فيش حد يعملها غيري، يعني انه برضو ام كانت توفي لها ولدين شهداء فادوها مكافأة. أي حد بقى هيشتري أرض، تطلع تحج عادي، يعني فلوس حلال جاية لها. هي بنت أكبر جامع في البلد، وكانت سعيدة جدا بنفسها إنه يعني الفلوس دي راحت، لأن كل اللي هيركع، كل اللي هيسجد هيكون في ميزان حسناته وحسناتها، زي ما بيقولوا ولا ينقص من أجرها شيء. ربنا يقويك يا حبيبتي ويصبرك، وبنشكرك الحمد لله، بنشكرك على الهديه اللي قدمتها. هو كرمنا وكرمنا، ودلوقتي البلد كرمتنا برضو، بعد ما كرم اهله وكرم بلده، البلد مش سايبانا، ووزاره الداخليه مش سايبانا، دايما متواصلين معانا، وزمايله برضو يعني بقول قبل ما ربنا بياخد بيدي. أيوة. زمايله معانا متواصلين على طول، عوض ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله، يعني الحمد لله ما حدش سايبنا، لا الوزاره وزاره الداخليه ولا البلد، واتكرم والده من الرئيس السيسي، والحمد لله يعني ربنا يبارك في زمايله واصحابه. احنا بنشكر والله باسم حضرتك كل
مؤسسة ساعدت كل قطاع يعني قدم ما يجب أن يقدمه لأسرة الشهيد. وبنشكر حضرتك مرة تانية الهدية الجميلة اللي أديتيها لنا، وأنت في عينينا وعلى رأسنا، وأي حاجة تعوزيها أرجوكي، أنا هسيب تليفوني في الكنترول فوق، حضرتك لو عايزة أي حاجة هتلاقينا يعني خدامين عندك والله إن شاء الله. على رأسي، ميرسي لحضرتك جدا. شكرا يا حبيبتي، شكرا. الواحد والله يا باشا جسمه بيأشعر، لأن الأم الساكلة دي برضو الرجالة بيبقوا شوية ربنا مديهم القدرة على التحمل. فعلا المرأة عاطفية والأم بالذات، وعشان كده تقال أمك ثم أمك ثم أمك، والجنة تحت أقدام الأمهات. فهنيئا لكل الأمهات يا رب. إحنا كنا أربع بنات ولد، فما اتخذش يعني، لكن إن شاء الله كل اللي راح أولادنا. أنا بهني طبعا مدام وفاق. الحقيقة أنا كنت بروح أزور مصطفى الله يرحمه، ده ابنها؟ آه الله يرحمه. مدام وفاق ما سابتش ابنها ثلاث سنين ولا يوم جنبه في المستشفى. مستشفى الشرطة؟ لا، كان مستشفى فترة، كان مستشفى الجوي ومستشفى الشرطة حب. الحقيقة أن أنا كنت بسميها أم الصابرين. أيوه، لأن كان ابنها على مدام وفاق حضرتك تقصد. مدام وفاق. كنت بسميها أم الصابرين، كنت ما قابلها أطبطب على إيديها وقال لها أنت أم الصابرين، لأن ثلاث سنين ابنها قدامها ما بيتحركش وعلى أجهزة وهي صابرة. حبيبتي ربنا يعوضها خير إن شاء الله، في ميزان حسناتها بإذن الله. وفي حتة تانية عايز أقولها لحضرتك، وزارة الداخلية فعلا يعني، ولأن أنا كنت في مجال عملي ما بتسيبش ولادها، يعني أبناء الشهداء وزوجات الشهداء فعلا وزارة الداخلية بتقدم لهم كل حاجة ممكن تتقدم. طبعا مش هتعوض غياب الاب لا طبعا، طبعا، ولكن احنا هو بتحاول تخفف وتطبطب. احنا يا جماعه حاسين بيكوا، احنا معاكم مش هنسيبكم. بالظبط. يعني الكلمه الطيبه حتى صدقه في وضع زي ده. بالزبط. وهنؤجر طبعا يا رب. يا رب ما يوجع قلب حد ثاني يا رب. اللهم يعني امين. يعني مصر انت عارف مستهدفه، ورغم كده احنا بنقول بنشكر ربنا وبنسجد ان الحمد لله ان احنا مصريين في بلد فيها يكفينا الامن والامان. اي حاجه تانية اسعار ما اسعار، ده حاصل في كل دول العالم، حاصل في كل دول العالم. فربنا يكسر من يا رب. امثالها يا رب. ربنا بيقول ادخلوا مصر امنين. فحضرتك الامن ده مكتوب على مصر ان شاء الله. ايوه وبعدين احنا خير اجناد الارض. ايوه ده صحيح والله. هو المصري عموما والست المصرية والله يعني ما شاء الله أبطال، وبيقدروا يتكيفوا تحت أي جو، ودمهم خفيف وبيسامحوا بسرعة والدنيا بتمشي، يعني ما بيشيلوش حاجة. احنا شعب في كل حاجة. والله في كل حاجة. والله وفي عز الألم تلاقيه بينكت حتى على نفسه عشان يخفف يعني وطئة الحياة. طيب كلمني شوية عن المرحلة يا باشا اللي هي أول معلوماتي، يعني أنه أول ما الطالب بيقدم في كلية الشرطة وينتهي من كل الامتحانات الثقافية والطبية والرياضية وكده، بيقعدوا 40 يوم بعيد عن أهلي. كانت 45 يوم أيام يعني. عايز أعرف إيه الهدف بقى منها؟ بتحويل، بيحول حياة يعني الطالب بيتحول من الحياة المدنية للحياة العسكرية. فبيحتاج فترة بيسموها فترة المستجدين، دي بتحول الطالب للناحيه العسكريه، بحس بقى حضرتك بيبقى في انضباط في الصحيان، في الاكل، في الشرب، في الطوابير، في المحاضرات، بيأهله الضابط. يعني ده بيبقى اسمه طالب ضابط، بيأهلوه ان بعد كده هيتحط في اقصى درجات اقدر اقول لحضرتك يعني ممكن يتحط في مواقف صعبه جدا. فبيأهلوه ان مواقف صعبه دي انت هتبقى ضابط في يوم من الايام، هيبقى تدريبك بالشكل ده، هيبقى بيدربوا على الرمايه، بيدربوا على الانضباط، الكلام ده كله. فبيحتاج الفتره دي انه يحوله في خلال 45 يوم بجانب دراسته طبعا الشرطيه والقانون. مش عارفه برضو صحح لي المعلومه دي يا باشا، انتوا بتدرسوا حقوق مع الشرطه؟
وبتاخدوا لسانس حقوق فعلا. لسانس حقوق وعلوم شرطيه. ده بيفيد في ايه بقى دراسه؟ ما حضرتك انا راجل قائم على تنفيذ القانون. فلازم اكون عارف القانون. عارف القانون صح. يعني انت حضرتك زي اللي بتدي رخصه سواق وما بعرفش يسوق فازاي؟ ما ينفعش. فبيبقى التريننج ده يعني بالظبط لازم فندم عارف حقوقي وواجباتي. طب قول لي موقف كده حضرتك موقف وعدى ندمت انك دخلت، معلش اسمح لي انا بندردش مع حبايب، موقف كده يكون مر عليك قلت وانا عشان اسافر بقى لازم اخد اذن من الوزير وتحركاتي وما اقدرش اطلع اتكلم في التلفزيون ولا اتكلم في الحاجات الانضباطيه دي، مر عليك موقف؟ بصي هقول لحضرتك، هو ما انا ارتضيت ان انا ابقى ظابط، فطالما ارتضيت ان انا ابقى ظابط يبقى لازم همشي على قواعد اللي الوزاره حددتها، ما ينفعش ان اخرج براها. معايا حضرتك؟ معايا. ولو سابوا الموضوع للضباط كده انه وكل، مش الضباط بس على فكره، الضباط والافراد واي حد عسكري يعني من عسكري لو سابوها كده حضرتك ما هو الموضوع هيبقى فيه فوضى. فلازم يبقى فيه انضباط. ايوه يعني النهارده جالي مزاج الصبح ان انا اطلع اقضي الويك اند في فرنسا مثلا، اروح واخد بعضي وطالع بالطياره؟ لا طبعا. فلازم حضرتك يبقى عندي. لا انا اشكر عن حد كان قريب قوي مني يعني نازل من الطياره، يعني نزلوه من الطياره ده يعني ده زوج حضرتك اللي هو نصر فتح الله والله كان رايح رحله علاجيه مع ابني وبالمره اخذ التاني يعمل له شيك اب، والحمد لله لما سافروا المانيا ورجعوا طلع انها غلط في الاشعه. حاجه يعني نقلتنا من سابع ارض لسابع سما. الحمد لله والشكر لله. فما اعرفش يعني حصلوا فعلا وقعد حوالي 48 ساعه واستكمل الاوراق. ما حضرتك عشان برضو يبقى قادرين يسيطروا على الحته دي ولازم اخد حضرتك تصريح من القياده بتاعتي او من الوزاره بتاعتي ان انا هسافر لفتره كذا والعنوان اللي هبقى فيه كذا، عشان لو استدعوني احنا حضرتك مسؤولين عن امن يعني مش مسؤولين عن حاجه. لا حاجة مش سهلة حاجة طبعا. حاجة مش سهلة يعني طبعًا. انت حضرتك تفتكر 2011 لما حصل الفوضى الناس كلها نزلت في الشوارع عملت لجان. ومع ذلك كانش فيه شعور امن، يعني لمجرد غياب الامن لكام يوم حصل فوضى. صح. فالامن ده حضرتك هي الدولة عبارة عن ايه حضرتك؟ عبارة عن مقاومات الدولة من ضمنها اهم حاجة امن. امن معناها استثمارات، معناها ان في دوله، معناها ان في تنظيم، هيكل تنظيمي. لو الامن اتفقد فقدت فيها كل حاجه بعد كده. طب برضه سؤال تاني عشان معانا حد على التليفون ومعانا لو سمحتوا الاسم، مدام ايه ولا مين؟ مدام مروه. السلام عليكم مدام مروه. عليكم السلام. كيف حضرتك؟ نحب نتعرف على حضرتك يا فندم. مروه علي حرم شهيد الرائد احمد الفقي. رائد. ايوه. حياتك زوجك قريب ولا جيران ولا جواز؟ لا كنا جيران. كنتوا جيران. لا دي تحتها 10 خطوط بقى دي اكيد. طيب لما جيت اقدم لحضرتك، الاب والام دايما بيخافوا من بنتهم ترتبط سواء ضابط جيش او ضابط شرطه والحياه ممكن يتنقل يروح اسيوط، لا يروح سوهاج، لا يروح الواحات. كان عندكم بابا والاب والام يعني المخاوف دي ولا لانه جار بقى يلا؟ لا هو انا الحمد لله انا والدي ضابط قوات مسلحه واخويا برضه ضابط قوات مسلحه، فكان بالنسبه لنا الموضوع عادي جدا. لا انا شايفه انه العوائل المصريه كلها فيها ضباط جيش وشرطه. ده معناها ان احنا فعلا بنحب المهنه دي وبنحب ندخل اولادنا فيها. بالمناسبه انا احمد ابني الكبير كان عاوز يبقى ضابط شرطه زي بابايا، فنصر اصر انه لا هو جايب مجموع يخش التجاره وكده. طب دي ليه يعني ابننا ليه رغبه يعني عايز يبقى زي ابوه كده؟ انا مش عايز اعيشه لانه العصر اللي جاي عاوز حركه وفي مجال للبيزنس اكتر، لانه ده اللي انا كنت هسال حضرتك انه ممنوع على ضابط الجيش او الشرطه انه يكون له عمل خاص بيزنس شريف ومعلن وكله يعني انشاء شركة ما ايا كان تخصصها ممنوع. ممنوع مزاولة مهنتين مع بعض.
لان حضرتك يعني ما انا هو معروف ان ضابط الشرطه ما ينفعش يبقى مشغول بحاجه تانية. طب هستأذن حضرتك افك اصلا. متشكرين لمداخله حضرتك جدا ميرسي يا فندم. ازيك يا عمرو بيه؟ ممكن اسلم على عمرو بيه؟ اهلا بيكي مدام مروه. ازيك؟ ازي حضرتك. انا حابه اشكر طبعا عمرو بيه ان هو من اول الناس اللي استقبلتني طبعا في الوزاره. ربنا يخليكي. يعني انا ابني مولود على ايديهم. ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا رب وتشوفيهم في احسن حال. ربنا يكرمك. ويكملوا بقى مسيره الاب بقى ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. وجودكم باذن الله وتحت اشرفكم. ربنا يخليك يا مدام مروه. ربنا يخليك. شكرا مدام مروه. الف شكرا. اتفضلي. كنت نفسي برضو في الدردشه مع حضرتك انت من الحبايب في صالون الحبايب. موقف يكون ضايقك زي ما قلت حضرتك وقلت ايه يا ريتني ما كنتش ظابط شغل. هي حصلت مره وهي مراتي طبعا فاكره زوجتي فاكره الموقف ده. هي ولادي بنحيي مدام نشوى اصلا هي بتتفرج علينا. كنت في ليله العيد الكبير وكنا جايبين عجل وهنذبحه ولقيتهم اتصلوا بيا. كنت بخدم في اسيوط ساعتها. أيوة. اتصلوا بيا قالوا لي تيجي قبل صلاه العيد تبقى هنا. فطبعا بقى اتنكدوا في البيت والناس سبتهم. ومره تانية جالي استدعى. كنت بعد ما وصلت القاهرة كنت في أسيوط ونزلت الأجازة بتاعتي ووصلت البيت ويا دوبك اتعشيت معاهم وداخل أنام معايا حضرتك. اتصلوا بيا قالوا لي تعالى حالا قبل 7 الصبح تبقى موجود. فطبعا اضطريت إن أنا أنزل بالليل ومراتي تنزل معايا وبعدين عشان تلاقي قطر بقى أسيوط عشان تلاقي قطر ولا حاجة أركبه ولا بس لما بتسترجع الذكريات دي اصل يعني كان قالها استاذنا انيس منصور يعني لو بيميز الانسان الفكر وانه عنده ذاكره وانه عنده رصيد في الديسك ورا ده اللي بيميزه كمان من الحياه. يعني في الحيوانات في يعني حاجات كتير متشابهه يعملوا التجارب على القرد على الارنب لكن الا الدماغ والذاكره ورصيد الذاكره. بالظبط طبعا. صح كده؟ صح. طب يعني ده الموقف اللي ده بصراحه كنت ده قوي الحلو اللي بقى فيه مكافاه جميله بقى. الحقيقه عارفه حضرتك لما بتيجي تمسكي مجمل تاريخ الواحد الوظيفي او العمل الشرطي في عموما يعني انا اشتغلت في كذا مجال. لا هو عمل جميل جدا. بحس ان انا عملت حاجه وخصوصا ان احنا حضرتك انا جيلي انا بقى احنا اتخرجنا في موجة من الإرهاب في التسعينات طبعا بعد أحداث 2011 الموجة اللي حصلت التانية. الموجة الأولى كانت أنا استشهد ناس من زمايلي كتير يعني الله يرحمهم أول ما اتخرجنا وناس صحابي وزمايلي ودفعتي استشهدوا. فحضرتك أنت متخيلة حضرتك احنا لا في الفتره اللي فاتت من التسعينات لحد الفتره يعني لحد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي جه كان في فتره ارهاب عميقه يعني. لا كان في فزع طبعا في البيوت ومحدش يقدر يمشي بالليل ومحدش يسافر حته لوحده وحاجات كده. احنا في ازمه من الازمات دي وكان في مشكله في اسيوط ما اعرفش حياتك لو تذكرها ولا لا. وكنت بعمل انا وحبيبتي مدام سميره عبد العزيز كنا بنعمل امسيه دينيه يعني راويه وراوي واثنين روايه يعني بيقدموا وكانت اخراج الله يرحمه استاذ عوده كان نقيب ممثلين قبل كده. فسافرنا في الوقت ده والاستاذ عادل امام الزعيم برضه سافر في الوقت ده ان احنا قلنا لا هنروح وهنروح اسيوط بالذات وهنعرض هناك ونمنا في مدارس يعني كانت الاقامه صعب جدا لكن كسرنا الخوف وقلنا بيقول على الفن القوه الناعمه. هو ده وقت القوه بقى هو ده انه الفن يغير ان الفن يطمئن ان الفن شايف مجتمعه يتصلح ازاي او يحط على الاقل ايده على نقطه فيها سلبيه. فذكريات بجد الواحد لا عاشها
كان فيها خطوره يعني. احنا انا وسميره طول الوقت كنا سواء في قطر او في عربيه على طول انا وهي بنقرا يعني ادعيه واذكار وكده عشان ربنا يخطف بينا يعني. ما هي دي الموجه الاولى حضرتك للارهاب، ما دي اللي بتكلم عليها فتره التسعينات بعد فيلم الارهابي بتاع فنان عادل امام. دي كانت الموجه الاولى للارهاب. ايوه انا فاكره، واحنا كنا مع الاستاذ عبد الغفار عوده كنا بنعمل حاجه عن رفاعه طهطاوي. بس كنت احنا استاذ عزت العليلي كان مصورها سينما وانا ومدام سميره يعني احنا بس هنستاذن حضرتك نطلع فاصل ولا انا عوده اخرى مع الحبايب ان شاء الله. يعني فعلا احنا كلمة الله أكبر عبرنا بيها، فبنقول دايما ان الفن قوة نعمة، بس قوة ساعة ما يبقى واجب على الفنان يعني يقوم برسالة معينة او يكون في ظهر اللي بيحبوا الوطن وبيقدموا نفسهم علشان احنا نعيش، هو يكون بيحبهم اكتر يعني. اللي كنا نقدر بس شيء بشيء يذكر ايام العبور بقينا مش عارفين نعمل ايه يعني، عايزين كل اللي قدرنا ان احنا طلعنا الجبهة وبقينا نزور الجنود في المستشفيات، وكنا بنروح مش انا لوحدي يعني، انا اذكر من الناس اللي عملوا كده منهم والله الحاجة ياسمين خيام، وكنت انا وكانت مدام سميحة برضو مدام سميرة يعني، مش عارفين نعمل ايه. اكتر حاجة نقول لهم احنا بنحبكم واحنا معاكم، اي حاجة محتاج حاجة كانت الدولة فعلا. بالنسبة بنرجع للعائلة، احمد ابني كان مبسوط من الهيبة بتاعت برضو الوالد
والالتزام وكل مواصفات ضابط الشرطة أو الجيش. فاتمنى في الأول ونصر قال أنه مش هيقدر في العصر الجاي يعني هيقدر أحسن له خريج تجارة إنجليش وكده أنه أحسن يعني يمشي، كان وجهة نظر الأب يعني يمشي في البزنس. فلما أصحابه دخلوا بعد ما طلعوا بعد الأربعين يوم وشافهم باللبس عيط بكى. بعد بقى ما الحياة أخدته وكمل وخد CPA يعني أعلى ماجستير من أمريكا وانطلق بقى في البيزنس، حس إن الوالد يعني أنا لما جه نصر أنا أقول فضيحة بس فضيحة عائلية، لما أنا جوزت جواز صالونات يعني شافني في المجمع طلع أعمل باسبور سأل إيه من الوالد، هقابل بابا في روكسي في هوليوودو أو حاجة كده في هناك مكان يعني تقابلوا فيه وتبادلوا بقى الكروت وده يسأل عن ده وده يسأل عن ده وكده هون يعني. فمش عارفة يعني بعد لما أحمد شاف المسألة دي لا يعني مش شرط إن أولادنا لما يحلموا بشيء هو حلو إن يتحقق، لكن لو الأب برضه أو الأم شافوا بعض. عشان كده أنا عايزة أكلمك على المرتب بتاعه لما تقدم لخطبتي، ده زمان بقى 40 سنة وزنة، فكان الراتب 85 جنيه كان نقيب. فماما قالت لي انت هتعرفي تعيشي ب 85 جنيه يعني انت شغلك ما خلاكيش يعني تخشي المطبخ كتير ونشتغل صغيرة قوي يعني. فقلت لها اه هنقدر نعيش، وبعدين هو من عيلة كبيرة وعندهم املاك وكده انا بدافع عنه. قالت يعني انت هتتجوزي عشان تبيعي ارضه؟ قلت مش فاهمة يعني. والله العظيم يا باشا ان ربنا كان مبارك في المرتب ده، والله العظيم الحمد لله والشكر لله لما بيبقى الرضا داخل نفس الزوجة وانه الزوج يأكد لها دايما ان الرضا بتاعها ده جاي في مكانه بيعملوا التوليفة الجميلة دي. طبعا. المفاجأة بقى أنا كنت بخاف من العسكري لما كانوا الناس وهم صغيرين يقولوا إيه هدخلك أوضة الفيران مش كده؟ هجيب لك العسكري. فكنت أترعب، واللي كانوا مسكيني بقى أولاد عمتي لو عملت حاجة غلط كده كان أكبر من أبوي. فعشت طول عمري الرعب عندي إن أنا لو عملت حاجة غلط هيجيبوا لي العسكري. فتجوزت رئيس العساكر. هرد على حضرتك في الحته دي بالذات. على فكره الموضوع ده معلش ليه مردود نفسي وحش، بيطلع الطفل كاره. لا تاني الجمله الاولانيه بعد اذنك. الموضوع ده ليه مردود نفسي وحش، بيطلع الطفل كاره الضابط او كاره العسكري. هقول لحضرتك حاجه، انا كنت مره واقف في خدمه فلاحظت ام ماشيه ومعاها طفل، فالطفل عمال يعيط وبتاع، فبتقول على فكره هخليه يحبسك وتشاور عليا. كان دوري انا ايه حضرتك؟ ان انا جريت على الطفل خدته في حضني وقعدت ابوس فيه وقعدت اقول لها ليه بتخوفيه مننا؟ كده هو هيطلع بيكرهنا. أيوه. واصريت ان انا اجيب شوكولاته للطفل. ايوه من كان في سوبر ماركت جنبه. يعني انا الظابط الحنين اللي اجيب لك حاجه. لا ليه حضرتك بتديله فكره عني وحشه؟ ايوه ما حضرتك ده هيطلع الطفل الصغير ده لحضرتك بهدده بالعسكري، وبقيت انا بقيت انا في انا وابو رجل مسلوخه واوضه الفيران بقينا حاجه واحده. والله يا باشا الحديث مع حضرتك ممتع. ربنا يخليك وان شاء الله تشرفنا في حلقات اخرى ان شاء الله. ربنا يخليك. بس انا عايز اقول حاجه حضرتك. اتفضل. عايز اوجه يعني اقول لكل زمايلي في هيئه الشرطه من السيد الوزير والساده المساعدين وجميع الساده الضباط بجميع رتبهم والافراد والعاملين المدنيين كل سنه وانتم طيبين، وعيد شرطه سعيده علينا جميعا وعلى مصر. وبوجه شكر للقياده السياسيه وبشكر حضرتك طبعا. لا العفو يا باشا، ربنا يخليك يا فندم. حضرتك كانستنا وشرفتنا. ربنا يخليك. للاسف انه الوقت بتاعنا هنسيب حبايبنا بقى، والميعاد القادم هنتكلم في موضوع حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. كما العاده يعني كل مره بنعمل حاجه حلوه.
شكرا يا باشا، الف الف شكر، ونورتنا بجد، وتحياتي لكل افراد الاسره ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا، باي. ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر، وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحة من كتابك. إحنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. إحنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد، وتشد ريح الدنيا شاب. صالب في طولي ما انحنتش، يفديك دمي وانت عارفة دمي حر، والعرض لسه مستمر، لسه الحكاية ما انتهتش. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.